السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ إن شاء الله زين. أخوكم محمد رجعت لكم مقطع جديد. اليوم جبت لكم لعبة فري فاير شرح تنزيلها، اللي هي تشبه لعبة جراند باتلز. أعتقد لعبة خرافية رهيبة، سواء نزلت لأندرويد، هذا أول تحديث لها، وأعتقد نازلة من الآي أو إس. وتابعوا أنا بالشرح. أول شيء لازم تنزل هذا البرنامج سلو في بي إن، هذا اسمه سلو في بي إن، أحط لكم الروابط كلها بالوصف. أول ما تبدي تروح على الإعدادات، التطبيقات، مدير التطبيقات، تروح تدور على منتج البلاي، تروح على التخزين، تسوي له مسح بيانات، بعدين تروح على سلو في بي ان، تدور لغة فيتنام اللي هي هاي فيتنام، تسوي لها كونكشن، راح يسوي لك سيرتشن. هسه راح يشتغل من وحدة. هسه حاليا طلعت لك هاي العلامة، معناتها اشتغل. هسه اشتغل البرنامج. انت تروح على جوجل بلاي، تروح على جوجل، ما ادري ايش بيعلق. السوق بلاي، تروح على السوق بلاي، تطي هاي هنا، اذا طاف هذا الشغله تفعله، دوس قبول، تروح على حساب عندك مو امريكي، يعني حساب استوك مسوي، يعني هذا مثلا، هذا انا عندي حساب عادي، تطيب بنوت خدمة هنا تكتب، واذا اعتقد اذا تكتب ما يطلع، فراح احط لك الرابط مالتها بالوصف، انت تدخل عليها، اللي هي اسمها فري فاير. ما يطلع هسه هنا الا تاخذ الرابط مالتها، فانا احط لك الرابط مالتها بالوصف وانت نزلها من عنده. ودخلنا على اللعبة، وطبعا تقدر تسجلها على الفيسبوك او تسجلها على حسابك جيميل، وطبعا الاسم لازم تكتبه بدون فراغات. واللعبة بيها تقريبا ماب واحد، اللي هو تقريبا شلون المطار في طيارة ينزلون على الواعي، وهنا هدوم تقدر تلبس، خلطة بدنا زي والله ايش حلوة، اشوفها حلوة. لا رجع مسحها، اسود رجعت حلو، بس انا احبها ابيض. اختار السيف، هاي يعني تقدر تتغير الهدوم شو ما تحب انت. كلها والله الوان كلها حلوة، هذا زيان حلو، هم عجبني الازرق. يلا خلنا ناخذه، خلنا ندخل جيم. بين ما يدخلنا طبعا يا شباب، اللعبة كلش حلوة وتستحق واحد ينزلها. طبعا انا ما كملت، ما لعبت جيم كامل، عم لا يطول عليكم المقطع، مجرد شرح بسيط، او تنزلوها تكون رايكم باللعبة. اذا تحبون استمر انزل عليها ان شاء الله، انزل واكيد راح انزل، لان اللعبة كلش حلوة تستحق واحد ينزل عليها. هنا أنا 15 ثانية بعد ننزل، هاي الواعي بذول النازلين، حاليا 19 لاعب
وأول ما تنزل يعطيك أول شي بس سكينة، وهاي منها على الصفاح على اليسرى بيها مال دم مال طاقة، وتقدر تشيل سلاحين ومسدس. هذا هو الماب، وطبعا هذا أول تحديث إلها هاي اللعبة، وإن شاء الله إلها هواي تحديثات بعد راح تجي تتعدل على اللعبة، تعدل الأخطاء. شوف الواحد جاي يشيتون، خلي نشيت. طبعا آسف على الأصوات، طبعا الدنيا صبح جاي أصور. نزلنا هنانا خلينا نشوف شنلقى. هاي هنانا حصلنا جنطة. هذاك هذا ما يشوفني. هلا خلنا ناخذ هذا السلاح اللي بقاعه وكتله بيه. تعال مات، والله مات. هاي اللي فوق يطلع لك القتيل. طبعا هذا الديش موتني، صوته مزعج. خايب اسكت من الصبح، وبعد شو وقت اللي حق النام. ناخذ هذني الشاجور والحقيبة. طبعا يا شباب غلسة على الأصوات الخارجية. المهم المهم اللعبة. خلينا نشوف. لا 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 نحاول على السكينة. هاي هنا شنو نلقى؟ خوذة. حلو شيلها. لا قتلني. هنا وصلنا يا شباب نهاية الفيديو. لا تنسى باللايك والاشتراك في امان الله.